طيب نمشي من دي، معاييره بقى كابتن ايمن طول لحد الدقيقه 68 قرارات عكسيه، قرارات فيها انذارات ما بيطلعش انذارات، معاييره احتساب المخالفه مختلف تماما. انا هجيب لك فاول حسبه هتضحك عليه قوي بالمقارنه بدي. فاول ضعيف جدا 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 ومعانا الحاله هنجيبها كابتن ايمن. تعال روح الحاله بعد كده كابتن ايمن نشوف معيار الحكم في احتساب المخالفات يا كابتن شريف. نشوف الحاله اللي جايه، حاله غريبه جدا جدا. الراجل دوت دي كانت تقريبا في بدايه المباراه يا بلال، لما هو الراجل ده عمل بظهره كده وحسبها وحسبها. انت متخيل يا كابتن شريف؟ طب ازاي؟ حسب دي انت ده دي حسب دي ما حسبش يعني انت حسبت دي حسبها عليه لا على اللاعب لا على لاعب لا على فلمنسي على فلمنسي ايوه يا كابتن ما حسبش الدفعه لا انا بتكلم على دي دي انا عارف انا عارف وما حسبش الدفعه اللي هي في دار الكهرباء ما حسبش الكهرباء ايوه انا بقول لك معياره ما حسبش دي احنا بنتكلم على كده لا 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 حسب دي يا كابتن حسب دي لا لا دي دي لا زي صوره الكهرباء صوره الكهرباء اللي جت من شويه انا بتكلم على دي ايوه حسبها بمعيارك انت مش بمعيارك انا ايوه لما انت تحسب دي وازاي ما تحسبش ثاني والثانيه اللي هي الدفع موجود والمخالفه موجوده ما تحسبهاش يبقى انا عندك اختلال في المعايير صح النهارده هو ما كانش مركز عنده حاجات كتيره جدا جدا هي دي يا كابتن يعني ديت ولا الثانيه يعني اللي يحسب دي يحسب الثانيه صح لا هو ما حسبش دي وحسب الثانيه انا بتكلم بس في الحكم النهارده الفار للاسف مش موجود والحكم النهارده ما كانش موجود قرارات تحكيميه اثرت في نتيجه المباراه